أهلا بكم. ما الجديد في إحاطة المبعوثة الأممية الخاصة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت الأخيرة عن منظومة الفساد في البلاد؟ ومن الجهات المستفيدة من جعل العراق منهكا بالفساد؟ وكيف أسهم نظام المحاصصة بتدمير آمال العراقيين وتبديد ثرواتهم عندما أحكم الفساد قبضته على جميع مفاصل الدولة خلال تولي الحكومات المتعاقبة برعاية أمريكية ومباركة إيرانية وبميليشيات وأحزاب متنفذة ومال سياسي هائل من أموال العراقيين؟ كيف تفسر ازدواجية بلاسخارت التي قالت الشهر الماضي إن العراقيين أصيبوا بخيبة أمل من الطبقة السياسية الفاسدة، في حين تؤكد استفحال منظومة الفساد الحكومي وتشيد بحكومة السودان بنفس الوقت في إحاطتها مؤخرا؟ أليس العراقيين من أطلقوا واسم أطردوا بلاسخارت؟ لماذا يدعم المجتمع الدولي نظام المحاصصة في العراق في حين يصف هذا النظام على لسان المبعوثة الأممية ويصف هذه الحكومات بأنها حكومات فاسدة وأن العراق أصبح منظومة فساد في السلطة الحاكمة؟ نضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء ماذا بعد إحاطة بلاسخارت الأخيرة عن منظومة الفساد في العراق. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الدكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب. دكتور نوري مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، شكرا لك دكتور سمير. أهلا بك دكتور. وأيضا أرحب بالدكتور فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. دكتور فرات مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. أهلا بك. وأرحب بالأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، ضيفي أيضا عبر سكايب. أستاذ بهاء مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. إذا مشاهدين الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. الفساد في العراق يحكم سيطرته على جميع مفاصل الدولة خلال تولي الحكومات المتعاقبة برعاية إيرانية أمريكية تهدف إلى تدمير العراق وشعبه الذي يعيش أزمات متوالية لا تكاد تنفك عنه. محلياً فإن الأحزاب الفاسدة التي تحكم البلاد بميليشياتها المتنفذة تسعى جاهدة للحصول على أكبر حصة ممكنة من الأموال المنهوبة من الشعب العراقي والاستحواذ على المناصب التي تمكنهم من السيطرة على البلاد والعباد. أما دولياً فثمة صمت دولي على جرائم الفساد التي تتم على مرأى ومسمع العالم، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في العراق بتواطؤ دولي. المبعوثة الأممية الخاصة بالعراق جينين بلاسخارت قدمت إحاطة جريدة بشأن الأوضاع المتردية التي يشهدها العراق، أكدت فيها استفحال الفساد الحكومي وتحوله إلى منظومة كاملة، إلا أن ذلك لم يمنع بلاسخارت من الإشادة بحكومة السودان التي انبثقت من ذات المنظومة الفاسدة، لا سيما عندما طالبت بلاسخارت العراقيين والعالم بالنظر إلى حكومة محمد الشياع السوداني بإيجابية، وتناست الصورة السوداوية التي عرضتها أمام مجلس الأمن في تشرين الأول الماضي عندما قالت إن الشعب العراقي أصيب بخيبة أمل من الطبقة السياسية الفاسدة وصلت إلى عنان السماء. تسير بلاسخارت في ازدواجية فاضحة في تشخيص الفساد والمفسدين والعمل معهم وتشجيعهم والاصطفاف مع الحكومة الفاسدة وميليشياتها المجرمة، الأمر الذي أثار سخط العراقيين ورفضهم لوجود بلاسخارت في العراق من خلال إطلاقهم واسم أطردوا بلاسخارت. إمبراطوريات الفساد التي عملت على تدهور الاقتصاد ومن بينها جهات داخل الحكومة تعد نفسها خطاً أحمر بحسب لجنة النزاهة النيابية، لابد لها من نهاية عادلة تطيح بتلك الإمبراطوريات، لكن الدعوات لمحاربة الفساد من داخل منظومة الفساد ذاته والإحاطات التي تقدم إلى الأمم المتحدة ما هي إلا تسويف لإنقاذ الأحزاب التي تعمل لخدمة الأجندات الخارجية، ف
فلا بوادر تلوح في أفق الإرادة الدولية لإنهاء العملية السياسية التي أنشأتها واشنطن ورسخ وجودها النظام الإيراني، ولم يبقى سوى خيار الشعب في ثورة تشرين لزلزلة عروش الفاسدين. إذن أبدأ معكم دكتور نوري حمدان. دكتور، ما الجديد الذي أتت به مبعوثة الأمم المتحدة؟ نعم، شكرا جزيلا لك وتحياتي لضيوفك الكرام ولمشاهديكم الأعزاء. حقيقة أنه لا يوجد جديد بما قدمته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينيفا بلاستفيرت، خصوصا أنه المقارنة التي حد يعني لابد من التوقف عندها، وحسنا فعلتم في تقريركم بمقدمة حلقة اليوم عن يعني إحاطتها السابقة وإحاطتها الجديدة. هنالك فارق كبير، هو الحقيقة هي لم يكن حقا حتى يراد به باطل. يعني هذا المثل الذي يقال أنه كلمة حق يراد بها باطل، هي لم تكن حقا حتى يراد بها باطل. هي كانت الحقيقة الإطاح يعني لإحاطتها السابقة هي نوع من أنواع الضغط على يعني القوى السياسية التي تعمل ضمن إطار المعاصرة الطائفية، وكان هذا الضغط أو كانت هذه الإحاطة للضغط على هاي الأحزاب، لأنه هذه الأحزاب هي عجزت عن إنعاش العملية السياسية التي أجهضتها ثورة تشرين في 2019. وكان أيضا دور بلاستفيرت مع الأسف كان دور غير منصف وغير حيادي، كان منحاز تماما إلى قوى المحاصصة الطائفية ضد متظاهري تشرين وثورتهم الوطنية التي كان شعارهم الكبير والرئيسي. دكتور نوري، يعني هدف الإحاطة هو الضغط على القوى السياسية، ولكن الضغط من أجل ماذا؟ ما الهدف الرئيسي وراء هذه الإحاطة التي ربما تشابه ما سبقها؟ نعم، شوفوا الحقيقة أنه الإرادة الدولية هي أسيرة للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية هي راعية المشروع الطائفي في العراق بمباركة إيرانية واضحة هذه القضية. نعم. فبالتالي في الإحاطة السابقة القوى السياسية أو ما يطلق عليها السياسية التي تعمل ضمن إطار المحاصصة الطائفية في العملية السياسية هي فقدت الإرادة، غير قادرة على إدارة العملية السياسية أو إنعاشها. فبالتالي لابد من الضغط على هذه القوى لإعادة إنعاش العملية السياسية. المشروع الأمريكي في تقسيم العراق وفق المحاصصة الطائفية، والذي يعني استصاغته إيران لأنه أيضا يصب بمصالحهم الاقتصادية والأمنية، هذا لابد من بالنسبة للأمريكا لابد من أن يستمر حتى بالنسبة لإيران. فهذه القوى السياسية بقرار أمريكي إيراني يجب أن لا تفشل عفوا بإدارة هذه العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية. لذلك كان هذا الهدف. نعم دكتور، إذا اسمح لي أن أنتقل للدكتور فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. دكتور فرات، الإحاطة الجديدة لبلاستفيرت هدفها إنعاش العملية السياسية، ما الذي جنى العراقيون من العملية السياسية كي يتم إنعاشها من جديد؟ يعني بداية أحب أن أقدم خالص التعازي والمواساة لشعبنا الشقيق في الشمال السوري والشعب الصديق في تركيا وذوي ضحايا الزلزال المدمر، آملين أن تثمر جهود فرق الإنقاذ عن تقليص هذا الرقم المحزن والمؤسف جدا. آمين. طبعا دور الأمم المتحدة، لو نرجع حتى من بداية 2003، أول تصريح كان لمبعوث الأمم المتحدة أنه قد عانى الشعب العراقي، حسب الدعام قد عانى الشعب العراقي كثيرا وآن الأوان لنهاية هذه المعاناة، بينما الحقيقة أن المعاناة أصبحت تتفاقم وتتزايد، وصلت إلى حد أصبح العراق من البلدان المنكوبة، ولكن لا يتم الاعتراف بهذه النكبة ولا بهذا الفشل. ما الذي قدمته بلاستفيرت؟ إذا كانت هي موضوع حوارنا اليوم،
ما الذي قدمته؟ بلاسخارت أصبح حلها وارتحالها قادة الميليشيات والمراجع، وكان كل تركيزها على فئة واحدة من الشعب، بينما من المفترض أن يكون لها دور أممي يعمل على تسوية الأمور في العراق وإصلاح الخلافات بين جميع الأطراف والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف. ماذا فعلت جينين بلاسخارت خلال زيارتها إلى النجف أو زياراتها المكوكية على قادة الميليشيات والأحزاب التي تقود تلك الميليشيات؟ لم نشاهد أي دور للأمم المتحدة في التركيز على ضحايا المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش. لم نجد أي كلام في إحاطتها الأخيرة حينما تكلمت عن وجوب الاستعانة بصور الأقمار الصناعية للبحث عن المفقودين من الكويتيين، ووجود مساعي لتشجيع الشهود للإدلاء بشهاداتهم حول المقابر الجماعية المفترضة أو أماكن الدفن. هذا الموضوع مضى عليه حوالي 33 سنة، ولكن تتجاهل ما مضى عليه 6 أو 7 سنوات. أين الأقمار الصناعية التي يمكن الاستعانة بها لمعرفة مصير أهالي الصقلاوية أو الموصل أو جرف الصخر التي يمنع دخولها؟ يمكن معرفة مصير ما موجود داخلها من خلال صور الأقمار الصناعية. فهل صور الأقمار الصناعية متاحة فقط للبحث عما ترغب الأمم المتحدة بالكشف عنه أم غير ذلك؟ يعني هذه نقطة يجب النظر إليها. ما كان جديد برأيي في إحاطتها الأخيرة هو أنها سابقا كانت تحاول أن تضغط على الأحزاب السياسية، ولكن تبين أن ذلك الضغط لم يكن للإصلاح ولم يكن لتغيير الواقع المزري في العراق، وإنما كان عملية تشبه عملية شد الرسن لإعادة وتوجيه هذه الأحزاب إلى المسار والخط الذي ترغب به الولايات المتحدة من خلال دور جينين بلاسخارت ممثلة للأمم المتحدة في العراق. أصبحت تمدح الإنجازات الضئيلة، مثلا تكلمت عن استعادة الأموال. طيب لو قارنا ما هي نسبة الأموال التي تمت استعادتها مقابل الأموال التي نهبت؟ يعني نتكلم احنا عن نسبة لا تتجاوز 5، يعني بأقصى الاحتمالات 10% من الأموال المنهوبة تم استعادتها. أين 90% الباقية؟ من هم الأشخاص الذين تم تقديمهم للقضاء؟ شعار محاربة الفساد. اعترفت أيضا جينين بلاسخارت في إحاطتها أن محاربة الفساد يجب أن تشمل الجميع، وهذه إشارة واضحة على أن محاربة الفساد سابقا كانت تشمل طرف واحد أو على الأقل تستثني طرف. فهناك يعني كيل بمكيالين للقضايا العراقية والعمل على إصلاح جزء. لم يكن هم جينين بلاسخارت سوى تلميع صورة الحكومة، وتكلمت كذلك في نهاية إحاطتها عن الإنجاز الذي اعتبرته إنجاز سياسي بينما هو إنجاز رياضي. فوز المنتخب العراقي ببطولة كأس الخليج العربي لم يكن إنجازا سياسيا. حتى أولئك الذين قاموا باستقبال المنتخب العراقي والمشاهد الإعلامية التي حاولوا استثمارها، لم يكن لأي أحد منهم أي دور في دعم المنتخب العراقي، لا قبل البطولة ولا حتى قبل الفوز فيها. لذلك جينين بلاسخارت تحاول أن تظهر أن حكومة محمد الشياع السوداني هي حكومة قد يمكن أن تنجح، وتدعو إلى دعمها خارجيا أيضا من خلال المجتمع الدولي والدول العربية في المحيط العربي من خلال اللقاءات وعقد اتفاقات وما إلى ذلك. كل هذه عملية تشجيع لهذه الحكومة. ومن يسمع جينين بلاسخارت تتكلم بهذا الشكل عن محمد الشياع السوداني يتصور بأنها فعلا حكومة مستقلين، وأنها فعلا حكومة لا تنتمي لأي طرف من الأطراف الفاسدة التي تحكم العراق منذ 20 عام. نعم دكتور فرات، ابقى معي لو سمحت. أستاذ بهاء، يعني إلى أي مدى تتفق مع ما تحدث به الضيفان الكريمان قبل قليل، وخاصة طبعا هذه الإحاطة؟ هناك اتهام العراقيون يتهمون جينين بلاسخارت، وليس هو الاتهام الأول ولا ربما الأخير، بأنها متماهية مع هذا النظام السياسي، وأن المصلحة يعني مندمجة، مصلحة الأمم المتحدة أو التوجهات الدولية عندما يراد للأحزاب أو للقوى السياسية داخل العراق أن تسير وفق نهج تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتهام من قبل العراقيين
لمبعوثة الأمم المتحدة جيم داسخارت بأنها يتهمونها بالفساد وأنها متماهية، أهدافها متماهية مع أهداف نظام المحاصصة في العراق، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، في البداية أتفق بنسبة كبيرة مع الحديث الذي تفضل به ضيفان دكتور فرات ودكتور نوري. بالحقيقة أصابوا في تدقيق المشكلة. جنيد داسخارت في المداخلات الأخيرة، يعني لو وصفنا المداخلة أو الإحاطة ممكن أن نصفها بكلمة واحدة، أنها إحاطة مضحكة حقيقة، لأنها تحتوي ما بين سطورها على الكثير من التناقضات من كلام داسخارت، التناقضات الواضحة من كلامها. هنالك سطر يمدح وسطر يذم، سطر يمدح وسطر يذم، يعني كلمة تناقض كلمة. في البداية هي تعلم جيدا بأنه نسبة المقاطعة في الانتخابات كانت كبيرة، ولا يمكن إطلاق حكومة شرعية على حكومة لم ينتخبها أكثر من 80% من الشعب. هذه واحدة. الموضوع الآخر موضوع تركيز داسخارت على الجانب الذي أسمته الجانب الإيجابي، وطلبت من المجتمع الدولي أن ينظر إلى حكومة السوداني بإيجابية. هي قيمت حكومة السوداني بعد مرور أقل من 80 يوم وقت الإحاطة. كانت حكومة السوداني لم تكمل 80 يوم، 25 يوم منها كان هنالك انشغال في بطولة كأس الخليج، وبالتالي لا يوجد أي إنجاز في تلك الفترة ممكن أن يتم من خلالها على الأقل استقراء شكل البرنامج الحكومي وشكل الحكومة التي انبثقت من الإطار التنسيقي. لو رجعنا أيضا إلى طريقة تشكيل الحكومة، طريقة منح الثقة لحكومة السودانية، المخاض العسير الذي انبثقت عنه الحكومة، كيف حدث انسداد سياسي أدى إلى اقتتال داخل المنطقة الخضراء، ومن ثم تدخل السفيرة الأمريكية وبلاسخارت من خلال لقاءاتهم مع الفرقاء السياسيين في تشكيل هذه الحكومة. إذن هذه الحكومة هي ليست حكومة شعب، ليست لا تمثل الشعب إطلاقا. هذا من جانب. من جانب آخر هي ركزت على بعض الأساسيات، ومنها مثلا محاربة الفساد. محاربة الفساد لا تتم من خلال الفاسد، لا يمكن أن يكون القاضي والحكم هو نفسه المتهم، لا يمكن هذا الأمر. الجميع يعلم بأنه كل ما جرى من فساد من 2003 وحتى الآن وعلى مختلف الصعد كان بسبب المحاصصة الطائفية، والتي حمت الأحزاب الفاسدة من المحاسبة على جرائمهم التي تم ارتكابها من 2003 وحتى الآن. جميع الجرائم الفساد، جميع مشاكل العراق سواء صحية، تعليمية، خدمية، سياسية، أمنية، كل هذه كان سببها نظام المحاصصة الطائفي الذي أسست له الأمم المتحدة أساسا في العراق. يعني من كتابة الدستور، عندما تم تشخيص العراقيين من خلال العرف السياسي بتقاسم المناصب بين السنة والشيعة والكرد، قسموا الشعب العراقي إلى ثلاثة أقسام، وبالتالي هم خلقوا نظام. هذا النظام هش جدا، يعني ممكن أن ينهار بمجرد نهوض الشعب العراقي من أجل المطالبة بحقوقه. داسخارت تحاول أن تعطي صورة بأنها تدعم حرية الشعب العراقي وحقوق الشعب العراقي، بينما هي في ذات الوقت تحاول قدر الإمكان تقوية الميليشيات واللا دولة على إرادة الشعب العراقي. هذا باختصار ما يعني ممكن أن نستقروه من إحاطة داسخارت إلى مجلس الأمن. نعم أستاذ بهاء، أبقى معي لو سمحت. دكتور نوري، بالعودة إليكم مرة أخرى، الشعب العراقي ماذا يريد من بعثة الأمم المتحدة؟ عندما يريد من البعثة أن تحقق له الديمقراطية، فقد شعر وعاش الديمقراطية الأمريكية منذ ما يقرب من 20 عاما، وشاف بعينه الحرية الأمريكية التي هي حرية نهب ثروات العراقيين، حرية تسلط ميليشيات مسلحة على رقاب العراقيين، تدهور في الاقتصاد، ارتفاع في معدلات البطالة، عشوائيات في المدن، خدمات صفر، تعليم صفر، واقع صحي سيء. يعني الحرية والديمقراطية الأمريكية ماذا تعني بالنسبة للعراقيين؟ نعم، شكرا لك مرة أخرى. حقيقة أنه الشعب العراقي بداية يريد أو يطالب المجتمع الدولي بأن يراجع
كافة قراراته وقراراته كافة التي اتخذها بما يخص العراق ما قبل 2003 وما بعد 2003. المجتمع الدولي ارتكب أخطاء بحق الشعب العراقي كبيرة، ويستحق الشعب العراقي أن يعتذر منه المجتمع الدولي أولا، ومن ثم يتحدث عن ماذا يريد الشعب العراقي من المجتمع الدولي. الشعب العراقي قادر على إدارة نفسه بعيدا عن ضغوطات المجتمع الدولي. إلى اليوم المجتمع الدولي لا يتدخل بما يريده الشعب العراقي، يتدخل لضمان مصالح الدول التي لديها مصالح في العراق، مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى وإيران كذلك. هذا كله يتحمل مسؤوليته حقيقة المجتمع الدولي. وأنا قلت في السابق هنا لو كان لدينا يعني ما يمكنهم من مقاضاة في المحاكم الدولية إلى قرارات المجتمع الدولي لكان الشعب العراقي يكسب القرارات أو يكسب الأحكام ضد قرارات المجتمع الدولي الذي بات يتدخل بشؤون العراقيين الداخلية أو بشؤون العراق الداخلية بشكل سافر تحت مظلة بأنه هو يتدخل لحماية حقوق الإنسان وكذلك لحماية مصالح الشعب العراقي، ولم يلمس الشعب العراقي بالمطلق منذ 2003 لحد اليوم. لا يوجد دفاع عن حريته، ولا يوجد دفاع عن الديمقراطية التي يفترض أن تبنى وفق معايير وأسس المواطنة العراقية وليس على أسس المحاصصة الطائفية والمكونات الإثنية. كل ذلك حقيقة هو مساوئ جاءت للعراق بسبب قرارات المجتمع الدولي بالتأثير الأمريكي، واختنمت هذه الفرصة إيران، وأصبح في العراق اليوم ما نتحدث عنه من مويلات ومساوئ. ومع الأسف الشديد تمر هذه الأزمات تلو الأزمات ولا يوجد حلول، بل أزمة تلد أزمة أخرى حتى ما توصلت إليه اليوم. مثلا حكومة السوداني بعد 100 يوم هي تعلن عن تخفيض سعر الدولار بعد ما ارتفع سعر الدولار بأزمة كبيرة، واليوم رفع سعر الدولار أو خفض سعر الدولار هو لا يعني شيء مقابل أزمة البنك الدولي أمام البنك الفيدرالي في عدم تزويده بالنقد الكافي. يتحدثون اليوم يعني الحكومة ومن ينصر أو راعين أو عرابين هذه الحكومة بأن العراق ليس لديه أزمة نقدية ولا أزمة مالية. قد نتفق في هذا الخصوص، ولكننا نتوقف عند أنه العراق حتى اليوم لا يمتلك سياسة اقتصادية، بمعنى أنه وفق أي نظرية اقتصادية يعمل حتى يمكن أن نطابق السياسة المالية أو السياسة النقدية للبنك المركزي. هل تتطابق مع النظرية التي يعمل وفقها الاقتصاد العراقي أم لا؟ كل ذلك حقيقة متشابك. اسمح لي فقط أكمل دكتور. عفواً، أقول كل ذلك متشابك، وهو يعكس فشل أداء هذه العملية السياسية. أنا لا أتحدث عن حكومة بمعناها الدقيق، لأنه هذه الحكومة هي نتاج هذه العملية السياسية والقوى المتحاصصة، حكومة مبنية وفق المحاصصة والمعايير حتى وإن تحدثت بخلاف ذلك. سمحني دكتور نوري، أنتقل للدكتور فرات. دكتور فرات، هناك نقطة مهمة ذكرها الدكتور نوري، الكثير من النقاط نختار منها موضوع المعايير المؤسساتية. كما هو معلوم أن العراق تم احتلاله وتم إسقاط نظام المؤسسات. في العراق الآن موجود نظام محاصصة، المحاصصة وفق الكثير من المتخصصين هو نقيض نظام المؤسسات الذي يعتمد على التخصص ويعتمد على الكفاءة. نظام المحاصصة لا يعتمد على ذلك، يعتمد على هذا من العرق الفلاني وهذا من الطائفة الفلانية، بغض النظر عن كثير من الأمور والشهادات ما شاء الله المزورة والمشترات بالآلاف، يعني ليست صعبة على المال السياسي. تمام، في العراق
دولة المؤسسات، البعض الكثير يرون أنها دولة غائبة، معايير مؤسساتية غائبة يعتمد عليها في جميع المجالات، المجال الاقتصادي، مجال التنمية الاجتماعية، مجال البحث العلمي إلى آخره من المجالات التي تنهض بالدولة. عندما تتحدث بلاسخارت عن ضرورة يعني خفض قيمة الدولار أمام الدينار أو رفع قيمة الدينار أمام الدولار وضرورة عدم الاعتماد على النفط فقط، وفق أي نظرية؟ ما هي النظرية التي أتت بها؟ لماذا فقط الكلام عندما لا يكون هناك قطاع خاص، عندما لا يكون هناك قوة اقتصادية تنهض بالبلد، عندما لا يكون هناك كفاءات مؤسساتية؟ من له المصلحة بجعل هذه الإحاطات نظرية فقط تتحدث بالمثاليات، بينما الواقع مثل ما يقول المصري زي الزفت؟ نعم، يعني هي الأزمة في العراق في كل الجوانب. التضخم في الخدمة العامة الذي أشارت إليه في إحاطتها جينيل بلاسخارت هو ارتفاع هائل في عدد الموظفين الحكوميين مقابل انعدام للخدمات. ماذا يفعل هؤلاء الملايين من الموظفين؟ التعيينات في العراق كانت مبنية على مبدأ المحاصصة كما تفضلت جنابك، 10,000 من هذا الطرف، 3 من هذاك، و1000 من هذا، بغض النظر عن ماذا يحمل هؤلاء من شهادات، ماذا يمتلكون من خبرات ومؤهلات. هذا جانب. الجانب الآخر البناء الاقتصادي، يعني جزء مما أثقل كاهل الموازنة العراقية هو الرواتب، والمعروف أنه هناك وظائف أصبحت تسمى بالوظائف الفضائية. كنا سابقا نتكلم فقط عن جنود فضائيين أو أعداد من المنتسبين للحشد الشعبي فضائيين، الآن أصبح الحديث عن فضائيين في كل شيء، حتى في الدوائر الخدمية المدنية هناك تعيينات بأسماء وهمية، هناك أسماء حتى لشهداء فضائيين. يعني مؤسسة الشهداء وفضيحة الفساد التي تم كشفها تكفي لإسقاط حكومة في أي بلد يمتلك قانون وادعاء عام وقضاء نزيه، ولكن للأسف كل هذه الأمور ليست موجودة في العراق الآن. القضية الأخرى، من له المصلحة في بقاء العراق بهذا الشكل؟ طبعا عدم السماح بإنشاء أي مشاريع ممكن أن تكون دعم للاقتصاد الوطني ما عدا النفط، يعني النهضة الزراعية أو الصناعية أو استخدام معامل ممكن أن تكون منتجة بنفس الوقت توفر فرص عمل لآلاف الشباب سواء العاطلين عن العمل أو المنخرطين في الوظائف العسكرية بسبب انعدام الوظائف المدنية. هذه مو من مصلحة الدول، وخاصة الدولة التي تبني اقتصادها على اقتصاد العراق. الأموال التي يتم دفعها لإيران مقابل شراء أشياء يمكن أن يوفرها الشعب العراقي لنفسه بنفسه داخليا، هذه ستنقطع في حال نمو زراعي أو صناعي يؤدي إلى الاكتفاء وعدم الحاجة لدفع تلك المبالغ الكبيرة. مشاريع التنمية في مجال الكهرباء دائما نجد العراقيل التي تضعها الميليشيات في وجه أي خطوة لإصلاح واقع الكهرباء محليا، ويجب أن يكون الاعتماد فقط على الكهرباء القادمة من إيران أو الغاز الإيراني. الموازنة بحد ذاتها أيضا ثغرات كبيرة فيها من الفساد. يتم اعتماد الموازنة العراقية كما معروف فقط على واردات النفط وبسعر أقل من السعر السائد تحسبا للانخفاض أو التغيير في أسعار النفط، ولكن هناك واردات أخرى تصل إلى الدولة. واردات إذا تكلمنا عن النفط أيضا حتى ما نروح بعيد، المشتقات النفطية التي تباع داخليا، محطات الوقود داخل العراق والنفط الأبيض الذي يتم توزيعه والديزل والبنزين، كل هذه واردات محلية. أين تذهب؟ أين حساباتها ضمن الموازنة؟ الجباية. مع ذلك يعني عندما تقول بالإحاطة جنيل بلاسخارت بأن العراق أصبح منظومة متكاملة للفساد، وهي تشيد بدور يعني تشد على عضد الحكومة
حكومة السوداني، وكأن الموضوع يتكرر من سنة إلى سنة إلى سنة، ونحن ندخل على 20 عاما ونظام المحاصصة فعل فعلته وسرق سرقاته الهائلة من أموال العراقيين، بل ودمر البنى التحتية بالكامل، ونحن نستمع لهذه الإحاطات. اسمح لي دكتور فرات أنتقل للأستاذ بهاء. أستاذ بهاء، على ما يبدو أن الكلمة الفصل هي للثورة، ثورة الشعب. ثوار تشرين قالوا كلمتهم عام 2019 بدون إحاطات وبدون أمم متحدة وبدون بعثات، وكل هذا موجود، يعني الفساد ومنظومة كاملة. ربما أصبحت جنيل بلاسخارت تتحدث بنفس لسان السياسيين في الحكومة عندما يقولون والله والله لولا الفساد لكنا عملنا وسوينا وبنينا. تفضل. نعم، بذات الطريقة أصبحت تتحدث بذات الطريقة التي يتحدثون بها السياسيين حقيقة، لأنها تعلم علم اليقين بأن هذه الحكومة لا يمكن أن تحارب الفساد. لذلك دائما ما كنا نحذر من غضبة الشارع حقيقة. يعني السياسيين لا يتعظون من ما يجري حولهم. لو عادوا بالزمن أياما قليلة إلى الوراء في البرازيل، ماذا فعل الشعب البرازيلي؟ دخل إلى القصور الرئاسية وأسقط حكومة. هذا ممكن أن يحصل في العراق حقيقة. نشوف الأزمات الاقتصادية الحالية اللي يمر بها العراق، وخصوصا ارتفاع سعر صرف الدولار، هي قنبلة موقوتة للعملية السياسية بأكملها. والشعب العراقي يعني وصل إلى مرحلة قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، لأن يعني قوت المواطن هو خط أحمر بالنسبة له. لذلك يعني السياسيين يعلمون بخطورة الأمر، حاولوا قدر الإمكان مجارات البنك الفدرالي الأمريكي، وبالتالي محاولة التغطية على تهريب الدولار إلى إيران، وبالتالي عجزوا عن ذلك، وثم عادوا مرة أخرى بأوامر من البنك الدولي العفو الفدرالي الأمريكي، وخفضوا اليوم سعر صرف الدولار. لكن اللي حصل اليوم هي كارثة بكل المقاييس حقيقة، لأنه اللي سووه اليوم يعني خفض سعر قيمة الدولار وبيعه بسعر 130 في البنك المركزي، هي ستزيد من حصة الميليشيات، لأنه الميليشيات هي المسيطرة على البنوك الأهلية، وهي التي تدخل إلى المناقصات عفوا المزايدات مال البنك المركزي. هي من تشتري الدولار ب 130 وراح تبيعه خارج إلى الأسواق السوداء، راح تبيعه ب 160 أو 150. إذا هي بالعكس، هي زادت النسبة أكثر من 20,000 دينار على كل 100 دولار، وبالتالي حركة غير محسوبة حقيقة، طبا لها البعض وحسبها إنجاز. كذلك يتم التعامل مع مختلف القضايا، وهي ذات الطريقة التي تعاملت فيها بلاسخارت في إحاطتها. يعني لو رجعنا إلى موضوع بلاسخارت، هي ذات الطريقة، هي تجمل الإنجازات الوهمية، حاولت تجميل الإنجازات الوهمية، حاولت أن تبين بأنه الحكومة السودانية ينظروا لها بتفاؤل، ستقضي على الفساد، ستفعل وتفعل وتفعل، لكن هي تعلم علم اليقين بأن لا شيء من هذا سيحدث، وهي عبارة عن إبرة مخدرة سيتم تخدير الشعب بها لفترة معينة إلى أن يتم تجاوز وإلهاء الشعب بمشكلة أخرى. يعني الآن لو تجاوزت الحكومة موضوع ارتفاع الأسعار الغذائية المهولة اللي حصل في الأسواق أضعاف مضاعفة وارتفاع سعر صرف الدولار، الآن سيتم إلهاء الشعب بموضوع آخر يعني يحرف التفكير عن موضوع الثورة. لكن هي بالحقيقة هذه تقرب قدر الإمكان من غضبة الشارع. غضبة الشارع أكيد لا محالة، وما حصل في تشرين ممكن أن يعود إلى ما هو أكبر من تشرين حقيقة. 2019 صحيح أنها كانت ثورة بكل المقاييس، بكل الـ يعني الإمكانيات اللي عندهم كثوار، بإمكانهم كانوا إسقاط الحكومة. لكن حتى الأمم المتحدة وقفت، تجاهل المجتمع الدولي لعمليات القنص والقتل والقمع اللي حصلت في التظاهرات، كل هذا معناها أن المجتمع الدولي يريد لهذه العملية السياسية أن تستمر على هذه الشكل، لأنه الإدارة الأمريكية مستفيدة، إيران مستفيدة،
والمجتمع الدولي ايضا مستفيد، لانه هو ياخذ النفط العراقي يبيع النفط العراقي نفسه، وبالتالي وارداته راح ترجع له من خلال الفساد. يعني كانما ياخذ النفط من دون ان يدفع شيء، يتقاسمون الحصه، حصه لايران، حصه لامريكا، وحصه للاتحاد الاوروبي. وبهذه الطريقه تدير الامم المتحده الامور في العراق من خلال اصرارها على تواجد بلاسقر كرئيس لبعثه اليوناني، رغم رفض الشعب العراقي، رغم كل المنادات بتغيير بلاسقر او طرد بلاسقر من العراق بصفتها متعاونه مع الميليشيات، وتقوض اي مشروع حقيقي للشعب العراقي للنهوض والخلاص من الحكومه. هذا باختصار ما يمكن ان يقال عن بلاسقر وطريقه تعامله مع الناس. تمام استاذ بهاء. دكتور نوري، بالعوده اليك، يعني في جميع دول العالم الحكومات وظيفتها حل المشكلات، حل الازمات. لماذا في العراق فقط لا توجد ازمات سوى الحكومه؟ نعم فعلا، هو العراق حقيقه مشكلته الحقيقيه هو الحكومه، لانه الحكومه هي نتاج العمليه السياسيه المبنيه وفق المحاصصه الطائفيه. شوف، هذا دائما نعيد نفس هذه الجمل وكانها كليشه ثابته، لانها حقيقه هي أس البلاء. هي المشكلة الحقيقية الرئيسية في العراق التي تتفرع منها كل المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي بشكل عام، هي العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية، وهي يعني وصلت إلى مراحل يطلق عليها أو نسميها بأنها هي عملية سياسية، هي ميتة سريريا. والحكومات التي أنتجت هذه العملية السياسية من خلال تحالفات غير منسجمة حقيقة، يعني شوف كل حكومة تشكلت وفق تحالف مبني وفق اتفاقات، هذه الاتفاقات تسقط وتنهار عند أول القرارات التي تتخذها الحكومة في كل الحكومات. وشهدنا في هذه الحكومة الأخيرة، هي حكومة السوداني، الأزمة التي هددت التحالف بناء أو إدارة الدولة بمجرد ما عملوا على إعداد مشروع موازنة عام 2013، الخلافات بدأت تظهر على السطح، وبدأ يتحدثون عن الخروج عن الاتفاق السياسي الذي صوتوا على هذه الحكومة وفق هذا الاتفاق. فبالتالي الحكومات هي الحقيقة، هي الأزمة الحقيقية في العراق، هي نتاج الأزمة الرئيسية، وهي العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية. إن لم تتم معالجة العملية السياسية برمتها وبأصلها وتفصيلها، لا يمكن أن نتحدث عن حكومة قادرة على حل المشاكل. طيب، التي تواجهها أثناء دكتور نوري. نعم؟ الكثير من السياسيين يتحدثون عن الإصلاح، محاربة الفساد، يعني هناك محاولة من السياسيين الفاسدين لإصلاح أنفسهم، إصلاح العملية السياسية، ولكن أكيد الكلمة الفصل لثوار تشرين الذين ضحوا بدمائهم من أجل تغيير الواقع المزري في العراق. هل تتوقع أن يكون هناك ثورة مقبلة على غرار عام 2019؟ نعم، هو بما أنه التصريحات عن الإصلاح والتصريحات عن محاربة الفساد من ذات العملية السياسية، هذا يعكس أنه لا يوجد إصلاح حقيقي ولا محاربة حقيقية للفساد. بالتالي ما زالت عوامل خروج شباب تشرين في ثورتهم الكبيرة والوطنية هي ما زالت مستمرة، بل تفاقمت، وهي العوامل الأساسية والرئيسية في إمكانية خروج شباب من جديد في ثورة جديدة، في انتفاضة جديدة، في مظاهرات عارمة جديدة. وهذه المرة أتوقع لا يمكن للحكومات أو العملية السياسية وحتى الإرادة الدولية الراعية والداعمة لهذه العملية السياسية بقيادة أمريكا وإيران، لا يمكنهم مواجهة الشعب العراقي الغاضب الرافض لهذه العملية السياسية وفق المحاصصة الطائفية. نعم،
شكرا دكتور. دكتور فرات، يعني ما هي الحلول من وجهة نظرك الآن وهناك أزمات متلاحقة يعني تمر على العراقيين، منها أزمة الغلاء، غلاء الأسعار، منها أزمات البرد، طبعا لا نغض الطرف عن كثير من ملفات مهمة، ملفات المغيبين وملفات المهجرين والظروف الصعبة التي يعاني منها العراقيون في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأزمات لا تنتهي. ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ الحلول يجب أن يكون هناك دعم حقيقي للشعب العراقي وليس للحكومة. يجب أن يكون هناك دعم من المجتمع العربي لبلد هو جزء منه. كل دعم للحكومة العراقية الموجودة حاليا والأحزاب التي تمثل تلك الحكومة هو دعم للفساد ودعم لمنظومة الاحتلال. الدعم الحقيقي للشعب العراقي لا يكون إلا بإسقاط هذه العملية السياسية. كل دعم لا يؤدي إلى إزالة هذه الأحزاب من السلطة بالحقيقة هو دعم للأحزاب نفسها وليس للشعب العراقي. الشعب العراقي اليوم حاول وقدم تضحيات كبيرة في سبيل إزالة هذه الطبقة السياسية، ولكن دائما يتم ركوب الموجة، دائما يتم هناك عمليات خداع لإرادة الثائر العراقي وسرقة لشعاراته ولأهدافه وحتى الإنجازات وإن كانت للأسف ضئيلة. يعني ثوار تشرين للأسف كانوا ثوار، نعم كانت هناك نزعة وطنية في قلوب كل الشباب، ولكن افتقار الثوار للقيادة التي يمكن أن تكون ممثل عنهم وتقف بصلابة أمام الحكومة لم يكن موجود. لم نشهد أي طرف ممكن أن يكون ممثل حقيقي. بعض الأطراف ادعت ولكن تم التشكيك بادعائها من خلال ساحات التظاهر نفسها، لذلك هناك أزمة ثقة وهناك أزمة قيادة لإسقاط العملية السياسية. وإذا كان الحال كذلك فلا يكون هناك أي عملية إلا من خلال دعم خارجي، والدعم الخارجي اللي أقصد به هو المجتمع العربي وليس الإيرادات التي تأتي بالمحتل، لأن المحتل مثل ما تفضل الدكتور نوري نحن نعيش أزمة، لكن أساس الأزمة الكبيرة ليس الحكومة فقط. أكبر أزمة ممكن أن تواجه أي بلد هي الاحتلال. نحن نعيش في ظل حكومة نتجت عن أكبر أزمة ممكن أن تواجه أي بلد. هذه الحكومة الاحتلال هو من نصبها، هو من جاء بهم وقام بتسميتهم على أنهم أحزاب سياسية وشخصيات أصبحت تترأس وتتسيد الواقع السياسي والسلطوي في العراق. الحل لا يكون إلا بيد الشعب العراقي، ولكن نحتاج لمن يمسك بيد هذا الشعب، يمسك بيد هؤلاء الشباب الصادقين في نواياهم الوطنية بعيدا عن كل الإرادات التي يدعمها المحتل أو من يريدون إذلال العراق والانتفاع من موارده وثرواته. نعم، شكرا دكتور فرات. أستاذ بهاء، يعني ليس بجديد أن نسمع معاناة الشعب العراقي. عندما نأتي ونراجع التاريخ نجد أن معاناة الشعب العراقي لها عمر طويل وإلى الآن هذه المعاناة لم تنتهي. لماذا فقط الشعب العراقي مستهدف من قبل المجتمع الدولي دونا عن باقي دول المنطقة؟ يعني شعب غني بثرواته، بلد غني بنفطه، بقدراته البشرية، بموارده المادية، ولكن المواطن العراقي أصبح شبابه يحلم بالهجرة والبعض الآخر يفكر بالثورة ضد نظام سلبه حقوقه الوطنية. لماذا ينظر المجتمع الدولي إلى العراق نظرة ما يريده المحتل الأمريكي؟ بلد محطم، بلد منهك، ولا يسمح له بالنهضة. نعم، في الحقيقة هو تركيبة الشعب العراقي المتعددة، تركيبة هذه الفسيفساء الحقيقة اللي كونت العراق من مختلف الأديان والطوائف والمذاهب وحتى القوميات. هذه الفسيفساء المفروض أن تكون هي موقع أو
نقطة انطلاق أو نقطة قوة بالنسبة للشعب العراقي، لكن الدول الاستعمارية أو اللي تعودت على الاستعمار هذا نهجها متبع من قديم الزمان، يعني من بداية القرن العشرين وبداية احتلالهم لشبه القارة الكورية وآسيا وجنوب شرق آسيا، وطريقة تعاملهم مع شعوب تلك المناطق. ولذلك هم فشلوا، حتى فشلوا في فيتنام مثلا، لو ضربنا مثلا بين فيتنام، هم فشلوا في فيتنام لأنه كانت هنالك قومية واحدة، ديانة واحدة، يعني شعب من نوع واحد، ليس فقط يعني ليس كالشعب العراقي شعب متنوع مثل ما ذكرت لك من ناحية الأعراق والأديان والقوميات، لكن هم لعبوا على هذا الوتر، ومنذ 20 عام بدأوا بمحاولة إخفاء الهوية الوطنية العراقية وتعزيز الهوية الفئوية. يعني هم أصبح يعني يحاولون قدر الإمكان تغييب الهوية الوطنية العراقية. دائما يتكلمون عندما تشاهد تصريحاتهم حتى في أيام النظام السابق، تشوف تصريحاتهم، يعني مثلا القرارات اللي صدرت عام 90، عام 91، قرارات مجلس الأمن اللي تلت احتلال الكويت في وقتها، صارت تشخص انه حظر جوي لحماية الأكراد. من تلك الفترة بدأوا يقسمون الشعب العراقي فئويا، حظر جوي في الجنوب لحماية الشيعة، وبالتالي هم بدأوا يلعبون من تلك الفترة، بدأوا يلعبون على تقسيم الشعب العراقي إلى طوائف صغيرة ومكونات صغيرة ليسهل عليهم السيطرة عليه. بالتالي أصبح للعراق، العراق بالنسبة لهم هو مال سائد، مال السائد يعلم السرقة كما يقال في الأمثال العراقية، مال السائد يعلم السرقة. لذلك أصبح الهوية الفئوية أصبحت هي الأساس، أصبحنا نشاهد يمكن لأول مرة في تاريخ العراق منذ إنشاء أصبحنا نشاهد من يداعي بالإقليم، أنا أريد إقليم سني، ثاني لإقليم شيعي، حتى داخل الأقاليم أو إذن داخل إذن المحافظات إذن أستاذ بهاء، داخل المكون. في دقيقة واحدة لو سمحت، ما هي الحلول من وجهة نظرك بعد هذه الإحاطات المتتالية لبعثة مبعوثة الأمم المتحدة؟ أنا برأيي أن الحل الوحيد هو الثورة، يجب على الشعب العراقي أن يثبت عراقيته وهويته الوطنية للوقوف بوجه هذه الأحزاب، يجب على الشعب العراقي أن يكون صاحب الكلمة الأعلى والذراع الأعلى في فرض إرادته على المجتمع الدولي نفسه كما فعلت باقي شعوب الأرض. كل الشعوب كانت محتلة وكل الشعوب عانت من فظائع، لكن إرادتهم هي اللي وصلتهم إلى تحرير نفسهم من أي قيود فرضها الاحتلال، وبالتالي تحرروا. لذلك يجب علينا أن نتوعد، يجب على الشعب العراقي بأكمله أن يدعم أي ثورة قادمة من دون النظر إلى مكون أو فئة أو طبقة أو دين أو مذهب أو قومية. لذلك يجب على الشعب العراقي إذا أراد الخلاص يجب أن ينهض نهضة رجل واحد للخلاص من الوضع المزري اللي يعيشه حاليا، وإلا إذا بقي كل واحد يبحث عن مصالحه المكوناتية سندور في حلقة مفرغة، وستبقى الحكومات الفاسدة تتعاقب علينا إلى يوم القيامة. شكرا أستاذ بهاء. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوف الكرام الدكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب، شكرا دكتور، وشكرا لك دكتور فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا، وأيضا شكرا للأستاذ بهاء خليل كاتب الصحفي العراقي ضيفي عبر سكايب. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.